والله الحين اتوقع انه ما تقل عن 43، واحنا الساعه 9 يمكن او 8 ونص صباح، يعني على الساعه 2 بتوصل 49 48 احيانا الى 50. لكن احنا تاقلمنا صراحه، تاقلمنا وصار الشيء عادي، يعني ما يستغرب ولا يثير قلقنا ولا يخيفنا، وشيء عادي جدا. من الصبح طال عمرك لي الظهر، يا قبل الظهر للساعه 11، وبعدين نعود للبيوت، هذا كله بالشمس، نعود للبيوت نقيل، لكن من العصر الساعة 4 اللي غيبة الشمس نمارس حياتنا، يعني نمارس حياتنا اليومية. بسبب الحرارة قاعد تصعد فوق 50، والحرارة تأثر على موت السمك، وتأثر على الحلال، وتأثر على البشر والسياحة. سياحة لاكو، صيد لاكو، بيع مال حشيش للحلال ماكو، لأن إذا قل الماي الحلال الحشيش كله يروح. نحاول نهاجر إلى غير محافظات أو على غير أقوياء.